في موريتانيا المعروفة بالكرم والجود، ناس زمان خلاو الكثير من الأمثال الشعبية على الضيف وقالوا شوكة الخاطر لا تدقك، وهذا المثل كيحس على إكرام الضيف وأنك تصبر على أي حاجة كتصدر منه. وقالوا أهل موريتانيا أيضا خيمتك لا تكبرها، هي غير كبر أنت تحتها. والمقصود بهذا المثل الشعبي أنه ماشي مهم يكون عندك بيت كبير وواسع باش تباهى بيه، وإنما تكون تكبير بعطائك وجودك وتباهى بكرمك. وفي موريتانيا أيضا الأمثال كتكون في غالب الأمر مرتبطة بالأسماء، بحال هاد المثال خيمة أهل فلان ذاك، وهنا ناس زمان كيقصدوا بها دار فلان، هي الدار الكبيرة ودار مضيافة. وقالوا أيضا يتخطى الضيف للخيمة اللي تعشيه، وهنا كيعني واللي يقصد الدار الكبيرة. الحصول خيمة صويلحة ما تلهي ولا فيها دواده.